مسألة نفوات رفع اليدين في التكبيرات الزوائد في صلاة العيد حكم يكون ينيو مكون كتككيل تكبيرة يزيادة كتك صلاة العيد يستحب رفع اليدين في التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين كن اختلاف من العلماء لكن يبنكزوا كن ينيو مكون كتككيل تكبيرة كتكيز تكبيرات زيادة كتك صلاة العيد وهذا مذهب جمهور الفقهاء نهين ديو مذهب جمهور الفقهاء الحنبية والشافعية والحنابلة وهو رواية عن الإمام مالك فهو تقريبا واتكتك إما وأن ومكونك وقول يقوم تيونينيوا مكونوياك تكتك تكبيرا وحكي الإجماع على ذلك فاني يكفكي باذي ونوبيون كنكو إجماع واتكتك نمتونينيوا مكونوياك والأدلة عن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته نهين عام ابن عمر رضي الله عنه سمع عليكم توم صلى الله عليه وسلم أكسماما وإلي صلاياك هنينيو ومكنوياك kisha hunyanyua ile mikono katika kila takbira anayoileta kabla ya kurukuu mpaka iishe swala yake na shahida hapa aliposema yarfa'uhuma fi kulli takbiratin yukabbiruha qabla ruku' ni umum yandariju fihi kullu takbiratin taqa'u qabla ruku' maneno haya ni aam yaingia ndani yake kila takbira ambayo iko kabla ya rukuu wa min jumlatiha تكبيرات العيدين كتك جملة بيلة بنبوينجي أعطى من تكبيرة يعيدي بيلي